هي صدمة أكثر منا تعب. اعتقال رشا شربتجي في سوريا، أسرار مفاجئة عن التهمة الموجهة لها وعائلتها تتدخل. حسمت المخرجة السورية رشا شربتجي حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وتحدثت عن اعتقالها في سوريا بتهمة الإساءة لأجهزة الأمن في مسلسلها كسر عظم الذي يعرض حالياً في شهر رمضان ويتناول فساد السلطة. وأكدت شربتجي أن هذه الأخبار غير صحيحة، كاشفة عن أنها تواصل تصوير مشاهد المسلسل، وذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب فريق العمل. شباب، نحن بكسر عظم عم نحضر لنفطر وعم نصور للفجر. كسر عظم، نحن مناح. هذا وكان لافتاً أيضاً تعليق الكاتب فؤاد حميرة على الموضوع وأعلانه تضامنه مع شربتجي رغم خلافهما واتهامه لها ولمسلسل كسر عظم بسرقته من نصه الأصلي حياة مالحة. وكتب حميرة في حسابه عبر فيسبوك قائلاً: إذا كان خبر استدعاء المخرجة رشا شربتجي من قبل الأجهزة الأمنية صحيحاً على خلفية مسلسل كسر عظم، فإني وبالرغم من كل شيء أطالب بالإفراج عنها فوراً، كما أطالب النظام وأزلامه بالتوقف عن هذه الممارسات القمعية القاتلة للإبداع والطاردة للمبدعين. وأضاف: أتمنى من الجميع ورجاء حار أن يجمعوا أصواتهم في صرخة واحدة في وجه الطاغية ويقولونها واضحة، كفى. وختم قائلاً: رشا شربتجي، قلوبنا معك إلا الحرية. كسبنا من الدبلومة مجموعة من الكتاب والشباب. وبدورها تدخلت عائلة شربتجي لتنفي خبر اعتقالها، ونقل موقع هاشتاغ عن مصدر من العائلة نفيه لما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باستدعاء المخرجة إلى أحد الفروع الأمنية بدمشق. وأكد المصدر أن المخرجة شربتجي تواصل تصوير ما تبقى من مشاهد مسلسلها. ومن ناحية أخرى، كانت خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي عن صمتها وردت على الكاتب فؤاد حميرة بعد أن اتهم فريق عمل مسلسل كسر عظم بسرقة نص له بعنوان حياة مالحة وتغيير اسمه إلى كسر عظم. هلأ أنت حدا كتير رايق. إيه هيك بيقولوا. بس بتخبري بتحكي. هن بيقولوا بالعكس. وكتبت شربتجي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيداً ورداً على ما يقال بعد النجاح الذي حققه مسلسل كسر عظم: من الطبيعي أن يظهر من يحاول الصيد بالماء العكر، مضيفة: نحن الآن في سباق مع الزمن وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً سيؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه، ولنا حديث آخر بعد انتهاء عرض المسلسل.